السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. نشرت إحدى الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لامرأة وهي ترش السحر أمام منزلها في إحدى العمارات. وقبل الخوض في تفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. نشرت ناشطة على منصة تيك توك فيديو صادم لجارتها وهي ترش لها السحر والشعوذة أمام منزلها في الطابق الرابع بإحدى الولايات الجزائرية. ودعا ناشط من السلطات الوصية إلى ضرورة سن قوانين جديدة تعاقب هؤلاء المشعوذين والدجالين بالإعدام ليكونوا عبرة لغيرهم.